وي السلام عليكم الدراري، صافا. اليوم غادي نبداو التوتوريال الرابع، وقيلا الرابع. غادي نتعلمو فيه حاجة جديدة، وهي غادي نحيدو لارير بلون ونديرو حاجة أخرى. هادي هي الحاجة الأولى. الحاجة التانية غادي نتعلمو جوج ديال لي تول. غنتعلمو الدوج تول والبيرن تول والسماج تول. هادو كاملين غادي نتعلموهم. غادي نبدلو عاوتاني التصويره، لحقاش ما نقدرش نخدمو بهادي، ما واضحاش مزيان. غنحيدوها ونجيبو وحده جديده. كيفاش تجيبها؟ تتجرها للفوتوشوب عادي، تشوفو التصويره كما تشوفو. هاد لارير بلون بالعانه انا درتها هكا باش نحيدوها، باش نحيدو لارير بلون نديرو حاجه اخرى. ما غاديش يكون داكشي مزيان بزاف، ولكن غير باش تفهموا البرانسيب كيفاش. كاينين بزاف ديال الطرق باش تحيد لارير بلون. من الطرق اللي تستعمل بزاف هو الكويك ماسك، تتحول لواحد المود اخرى سميتها المود ديال الكويك ماسك. غادي هي باش غنخدموا اليوم، غادي نتعلموا ليها كيفاش تدير هاد الكويك ماسك. هي تتبرك على كولون، تتبرك على في الكلافيو، تيتحول لك المود ديال كويك ماسك كما تشوفوا هنايا. غادي نحيد ديزاكتيفيها ونعاود ناكتيفيها كما تشوفوا كويك ماسك. ولكن الحاجه اللي خصكم تاكدوا منها ان عندكم هنايا اللون الكحل مع البيض، وإلا ما كانش بركوا على هاد جوج مربعات هادو هنايا باش يعاود يقادهم لكم. تاني حاجه غنسيليكسيونيو البراش تول اللي تعلمنا لها في لي توتوريال السابقين، وغادي نحاولوا نديرو، غادي نحاولوا نرسمو. ماما كيما قلت قبيله ما غاديش يكون داكشي بيرفكت، غادي نوريكم. زعما تنسيليكسيونو البلاصه بغينا نحيدو. درت خطا بالله، كما قلت خص تكون مود كويك ماسك. تلونو قاعد البلاصه اللي مبغيناهاش تكون بالاحمر، اللي ما يمكنلكش تغيره لانه خاص بهاد المود. كما تشوفوا راه عندنا هنايا ديجا كولور كحله، ولكن تنرسمو بالاحمر. يعني هنا نجي سيليكسيونيو شي حاجه، قصت الوجه دابا خصنا نحيدو. المهم خصنا نحيدو لوباسيتي، نزيدو شويه باش يبان شنو مسيليكسيونيو. تنبركو على كيو عاوتاني باش نزيد اكتيفيو المود ديال كويك ماسك. تيبان لنا داكشي اللي مسيليكسيوني، غادي نعاودو لان لوباسيتي كانت صغيره بزاف، ما تسيليكسيوناش هادشي اللي كاين هنا. غنكبر شويه هاد البراش ونسيليكسيوني. المهم غادي نحاول نحيد من هنايا. ها طبيعه الحال نتوما غيكون عندكم وقت بزاف وكافي باش تاخدو هادشي بشويه وديرو احسن، ان اليوتيوب تاعتها 10 دقائق ولا 15 ديال توتوريال ديال الفيديو، انا ما بغيتش نفوتها. صافي دابا تنديرو مود ديال كويك ماسك، تنحيدوها، تنبركو عاوتاني على كيو كما تشوفو هنا باش ديزاكتيفا. تيبان لك داكشي اللي مسيليكسيوني، حنا غنسيليكسيونو لانفيرس. دابا هاد اللي مسيليكسيوني هما هاد البلايص هادو، الى حاولنا نحركوه غادي تحيد الوجه. غادي نرجعو، ولكن هاد المره ما غاديش نحيدو الوجه، غادي نديرو سيليكت انفيرس باش يتسيليكسيون الباك جراوند، تتحيد كامله وتنديرو ليها سوبريم. صافي هادي هي اول حاجه درنا للباك جراوند، باك جراوند سوبريم. يمكننا نبدلو باي حاجه اخرى. هادي اول حاجه. غادي نرجعو. تاني حاجه بغينا نتعلمو ليها كما قلت لك قبيله، دابا ما درت والو غير زومي. تجبرك على كونترول الت وتزيد بالكورسور لقدام باش تزومي.
تاني حاجة نتعلمولها دابا هو دوج تول. دوج تول بحال قلتي تيحرك تي تي لا مش تيحرك تي تي تيفتح البلاصة ترجعها فاتحة. هذا تيتخدم بزاف على العينين حيت ترجعهم ترجعهم بحال تيبريو. شوفوا والبيرن تول تيكون حداه تيتخدم ديما على هاد البلايص ديال العينين جناب بحال تيرجع ديك اللون قاتم شويه وتشوفوا على انه بحال تترجع العينين تيبريو اكثر. لاحظوا من قبل ما نحي ما درناش هكا كان داكشي وغنزيدو لقدام فاش درناه العينين ولاو تيبريو. الحاجه الاخرى بغينا نتعلمو ليها مثلا كانت شي حاجه ما عجباتكش ولا هاد سمادج تول. سمادج تول هي واحد تول تجربيها مثلا ونديرو نكبروها شويه تقدر تولي تضحك. هذا تيجر تيجر مثلا تيخسر ديك البلاصه اللي مثلا بغيتي نجر العين شويه لا جيت نخسرها الودنين نديرو بحال الجنونه. مثلا المهم هادي هذا هو العمليه لا تتجر تكبر البلاصه. اذا كان هادو هما جوج ديال اللي تولي تعلمنا في التوتوريال الرابع. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد ونشوفكم في التوتوريالات اخرى ان شاء الله.